بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم فارماسي جيت. اليوم حبيت نهضر لكم على ليموراجي سو كونجونكتيفال. هاد ليموراجي سو كونجونكتيفال هذه هو مرض يصيب العين. سي انفيكسيون بينين، يعني ماهوش خطير المرض هذا، ماهوش خطير. ويعني وشنو هو؟ سيلان دم في لا كونجونكتيف هذه، هو نسيج في العين اسمه لا كونجونكتيف. تصرا اون ايموراجي سو كونجونكتيفال، يعني تشعيرات دمويه لي كابيلاريتي دو سون يترتقوا، يمدوا لنا سيلان دم في لا كونجونكتيف هذه. دونك واش يؤدي هذا؟ راح ينوضوا بعيننا حمراء، يعني روج فيف، يعني احمرار شديد، تقدر تقول بوربر هكذايا، يعني لا كولور تاع الدم كاريمون، لون غامق. وتانيك بصح عنده واحد الخاصيه انه بغير الم، سون دولور. دونك على بين نقولوا سي انفيكسيون بينين. على كل حال الايتيولوجي تاعها الايديوباتيك، ما عندها يعني السبب تاعها فريمون ماهوش معلوم هكذا، على بالك نقولوا انفيكسيون ايديوباتيك. ولكن نقول اون دور دو كونتكست تروماتيك بيان سور، خارج يعني انسان كي ما يكونش يتلقى ضربه على عينه، باش نتفاهموا، كي يكون تروماتيزم ضربه على العين هذيك حاجه اخرى. لا كونجونكتيفيت عندها سبب معلوم، وهذاك ان شوك بوست تروماتيك لازم يفي سوجي دون اورجونس ميديكال، لازم الانسان يروح فورا للاستعجال الطبيه تاع العين. على خطر على اول حاجه سي الشبكيه تاع العين، نشوفوا اسكو ما ديكولاش، يا با ان ديكولمون دو لاغيتين ولا لا. لاغيتين باسكو هي الشبكيه اللي نشوفوا بها، داكور، وفيها الاجسام المخروطيه هذيك تيتيرا. المهم كي يكون ان تروماتيزم لازم يروح الانسان يجري الاستعجالات. اصلا الانسان كي يدي ضربه على عينه قويه لازم بلا ما تولي حمراء ولا توجع لازم يروح يشوف، يروح ليزيرجونس، استعجالات طبيه لامراض العين. اما اون دور دو كونتكست تروماتيك، يعني في ما عدا الضربات التي تلقاها العين، هنا سي ان سوجي بينا، داكور. واش يمد الطبيب على ريغور؟ يمد اندوكولير، هذا سي لاندوميتاسيان، هذا سي نونتي انفلاماتوار 4 فوا بار جور بوندون 7 جور هكذايا، ولا على ريغور داكيلو سيروم لاسيد بوريك هذا، باسكو قلنا بلي فيه خصائص انتي باكتيريان انتي سيبتيك، وفيه خصائص انتي انفلاماتوار، ان بوفوار انتي انفلاماتوار. هذا ما كان بور نيتواي ان بيلي، وثانيك بور اتينوي هذيك لا روجور. ومن بعد او بود 3 5 جور اون سيمان يبدا هذاك الاحمرار يتلاشى، الدم هذاك يروح حتى يبرى الانسان كومبليتمون. دونك هذه هي لا ليموراجي سو كونجونكتيفال، تلاحظوها بزاف في ليزوفيسين. مانيش نقول لكم تريتوها وحدكم، لا باسكو يلفو ان بتي ديغنوستيك. هذا الانسان هذا على الاقل تقول له روح عند ميدسان، المهم على الاقل معليش جينيراليست. الا شاف الجينيراليست باللي يقدر يعالجه هو، وإلا شك بيان سير راح يكتب له بريه يبعثوا لي زيرجونس اوفتالميك. هذا ما كان دونك هذا الكا هذايا مت بوغ راسيغ ان بو المالاد. كي يجيك المالاد وتلقى مكتوب اندوكولير ولا داكرو سيروم، لازم تطمئنو، ومن داك ما يكفيش الطبيب باش يشرح له سي كوا لا ماليدي ديالو، انت تقدر تشرح له سي كوا لا ماليدي ديالو. هذا ما كان. في الاخير ما تنساوش سبسكرايب اند شير، والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.